بسم الله الرحمن الرحيم. المال والبنون زينة الحياة الدنيا والباقيات الصالحات خير عند ربك ثوابا وخير أملا. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الذي أحسن كل شيء خلقه وبدأ خلق الإنسان من طين، والصلاة والسلام على المبعوث رحمة للعالمين وحجة على المعاندين وعلى آله وأصحابه الطيبين الطاهرين، وبعد، فهذا بحمد الله تعالى برنامجكم الباقيات الصالحات، وهذا اللقاء المبارك يحمل عنوان الفوائد المجموعة. وظاهر من القرآن من العنوان أننا لن نلتمس أو لن نسلك طريقا واحدا فيما سنقدمه الليلة تحت هذا العنوان. الفائدة الأولى فائدة في التفسير، أي أنها فائدة قرآنية. يقول الله عز وجل في سورة الملك: هو الذي جعل لكم الأرض ذلولا فامشوا في مناكبها وكلوا من رزقه وإليه النشور. سورة الملك جاءت جملة من الآثار تدل على أنها منجية واقية من عذاب القبر. روى الترمذي رحمه الله تعالى في جامعه أحاديث بعضها يقوي بعضا في أن هذه السورة المباركة من تلاها، من حفظها، من قرأها، من واظب على تلاوتها تكون له عونا في أن الله عز وجل يجعلها له سببا من أسباب النجاة من عذاب القبر. وعذاب القبر حق كما تعلم، وما زال المسلمون منذ عهد نبيهم صلى الله عليه وسلم يتعوذون بالله من عذاب القبر. قال الله عز وجل فيها: هو الذي جعل لكم الأرض ذلولا فامشوا في مناكبها وكلوا من رزقه وإليه النشور. هو الذي تعود على رب العزة والجلال، والآية مسوقة في بيان مقام الربوبية لله جل وعلا. هو الذي جعل لكم الأرض ذلولا، ذلول هنا أي منقادة مذللة ميسرة لكم، فالإنسان يستطيع أن يحفر فيها بئر وأن يغرس فيها زرع وأن يفجر فيها عين. هذا كله من معنى قول الله عز وجل: هو الذي جعل لكم الأرض ذلولا. فسخر الله عز وجل لنا الأرض ثم قال: فامشوا في مناكبها. هذا وإن جاء فعل أمر إلا أن المراد منه الإباحة، والآية كما قلت مسوقة في مساق الامتنان. والمناكب قيل طرقاتها فجاجها، وقيل إن المناكب هي جبالها. ويذكرون أن بشير بن كعب رضي الله عنه سأل جارية عنده مملوكة: إن أجبت عن سؤال لي أعتقتك. قالت: وما هو؟ قال: قول الله عز وجل فامشوا في مناكبها. ما المناكب؟ فقالت: جبالها. فقال: أنت حرة. ثم بدأ له أن يتزوجها، فاستشار أبا الدرداء رضي الله عنه وأرضاه فأجابه بقوله: دع ما يريبك إلى ما لا يريبك. موضع الشاهد من هذا الخبر قوله أن المناكب هي الجبال، وقال بعض العلماء كما قلت الطرق والفجاج، والآية تحتمل الأمرين. قال الله عز وجل: فامشوا في مناكبها وكلوا من رزقه. وهذا يبين أن الفضل فضله جل وعلا. وقلنا إن الآية يعرف بعض مفرداتها من سياق الامتنان الذي جاءت فيه، وقوله جل وعلا وكلوا من رزقه إشارة إلى أن أغلب رزقنا جعله الله عز وجل مما تنبت الأرض. والله يقول في سورة قاف: رزقا للعباد وأحيينا به بلدة ميتة كذلك الخروج. ثم قال هنا: فامشوا في مناكبها وكلوا من رزقه. قال بعدها: وإليه النشور. وقد قال العلماء إن الآية قد يمكن أن يقدر فيها حذف، وهو أن مردكم إلى الأرض ونشوركم وحشركم منها. وهذا القول يؤيده قول الله عز وجل في سورة طه: منها خلقناكم وفيها نعيدكم ومنها نخرجكم تارة أخرى. مفردة ذلول قلنا تدل على الانقياد، وهي تحتمل في عموم معناها في سياق القرآن لها في مواضع أخر تحتمل أمرين. الأمر الأول: إذا كانت ذلة من قبل نفسك أنت اخترتها فهذا محمود، ومنه قول الله عز وجل: واخفض لهما جناح الذل من الرحمة، وقوله جل وعلا في وصف عباده المتقين: أذلة على المؤمنين. فالإنسان عندما يتطامن لسواه بقصده باختياره بإرادته احتراما لذلك الذي تطامن له فهذا محمود. أما إن كانت تلك الذلة عن قهر غير مرغوب فيه
عن اضطرار، فهذا هو المذموم. قال الله عز وجل في حق بعض بني إسرائيل: ضربت عليهم الذلة والمسكنة. وقال جل وعلا: ترهقهم ذلة. وقال جل وعلا: سينالهم غضب من ربهم وذلة. فهذه الثلاث الآيات في سياق الذم. وأما الأول: واخفض لهما جناح الذل من الرحمة، وقوله جل وعلا: أذلة على المؤمنين، فهي في سياق المدح. والعرب تسمي الجمل إذا انقاد ذلول، لأنه قد انقاد لصاحبه. فالله عز وجل فضلا منه ورحمة وإحسانا ومنا جعلنا لنا هذه الأرض، فقال: هو الذي جعل لكم الأرض ذلولا فامشوا في مناكبها. فالرزق يحتاج منا إلى السعي، إن السماء لا تمطر ذهبا ولا فضة، لكننا نكون متوكلين على رب العالمين، نعلم أن رزقنا لن يأخذه منا غيرنا، كما أن رزق غيرنا لن يصل إلينا. فما كان لك سيصل إليك على ضعفك، وما كان لسواك لن تأخذه بقوتك. هو الذي جعل لكم الأرض ذلولا فامشوا في مناكبها وكلوا من رزقه وإليه النشور. أي رزق نأكل؟ الذي أمرنا الله، أباح الله لنا أن نأكله، ذلك الرزق الطيب الحلال المبارك. وهو ينقسم، أي المطعوم منه، إلى قسمين: قسم حرمه الله عينا، فلا يجوز لنا بحال أن نطعمه أو أن نأكله، كلحم الخنزير من المطعومات وكالخمر من المشروبات. فإن هذه مهما سميت، مهما غلفت بغلاف، تبقى محرمة عينا. يبقى الطريق المحرم الآخر، تحريم الطرق الموصلة إلى الحرام. في أن الإنسان قد يأكل طعاما هو طيبا في ذاته في عينه، لكنه وصل إليه بطريق محرم، كالرشوة والسرقة والغصب، كل تلك طرائق حرمها الشرع. والنبي عليه الصلاة والسلام أخبر أن بني آدم أول ما ينتن منهم من أجسادهم في قبورهم بطونهم. فلذلك دعانا نبينا صلى الله عليه وسلم ألا نأكل إلا طيبا. هذا حول قول الله عز وجل: هو الذي جعل لكم الأرض ذلولا فامشوا في مناكبها وكلوا من رزقه وإليه النشور. قبل أن تقل إلى فائدة أخرى، أقف عند فائدة ذكرها الإمام أبو حيان الأندلسي في كتاب التفسير المحيط حول السورة كلها. تعلمون أن هناك علما في التفسير يسمى علم المناسبات. ما معنى علم المناسبات؟ ينظر بعض العلماء إلى المناسبة ما بين السورة والسورة التي قبلها، وأحيانا ينظرون إلى المناسبة ما بين الآية والآيات التي قبلها. نجد البقاعي رحمه الله في نظم الدرر يعنى بهذا الطريق، والسيوطي له كتاب في هذا الفن. لكننا سنقف عند فائدة نراها رائعة جلية للإمام أبي حيان. سورة الملك قبلها سورة التحريم، وسورة التحريم ختمت بقول الله عز وجل: ضرب الله مثلا للذين كفروا امرأة نوح وامرأة لوط، كانتا تحت عبدين من عبادنا صالحين فخانتهما فلم يغنيا عنهما من الله شيئا وقيل ادخلا النار مع الداخلين. وضرب الله مثلا للذين آمنوا امرأة فرعون إذ قالت رب ابن لي عندك بيتا في الجنة ونجني من فرعون وعمله ونجني من القوم الظالمين. ثم جاء ضرب المثل بمريم. سورة التحريم تعقبها سورة الملك. سورة الملك بدأت بقول الله عز وجل: تبارك الذي بيده الملك وهو على كل شيء قدير. ماذا قال الإمام أبو حيان حول هذه المناسبة بين خاتمة سورة التحريم وفاتحة سورة الملك؟ قال رحمه الله: إن الله عز وجل ذكر في خاتمة سورة التحريم كيف أن امرأتين كانتا تحت عبدين صالحين نبيين كريمين هما نوح ولوط، ومع ذلك حكم الله عليهما بالنار لكفرهما. وكيف أن امرأة هي آسيا بنت مزاحم كانت تحت رجل من أعظم الكفرة وهو فرعون، ومع ذلك كتب الله لها الجنة. فالتي كانت تحت ملك كافر هو دخل النار وهي دخلت الجنة. والمرأتان اللتان كانتا تحت عبدين صالحين وهما قطعا من أهل الجنة، وهما أي هاتان المرأتان من أهل النار. قال أبو حيان: فلما قال الله عز وجل تبارك الذي بيده الملك أراد أن يقول لنا: حتى تعلموا أن الملك ملكه، أن الملك ملكه، وهو جل وعلا يقضي في ملكه ما يشاء،
فالخلق خلقه والأمر أمره والملك ملكه، يقدم من يشاء بفضله ويؤخر من يشاء بعدله. والحق أن هذه الفائدة التي ذكرها الإمام أبو حيان تكتب بماء العينين لعظيم أثرها في النفس. فالإنسان إذا علم وتيقن أن ربه مالك الملك حقا، وكل مؤمن مؤمن بهذا، لكن الإيمان درجات، لكن كلما كان الإنسان على يقين أن رب العالمين مالك الملك حقا أسلم نفسه لله، وكلما أسلم المرء نفسه لله كان إلى رحمة الله إلى فضل الله أقرب وإلى إحسانه أدنى. جعلنا الله إياكم ممن يورث في قلبه مثل هذا اليقين. هذه أيها المباركون الفائدة الأولى. الفائدة الثانية في علم الأصول، وهي فعل الأمر. مر معنا قبل قليل قول الله عز وجل وكلوا من رزقه، وبينا أن هذا الأمر للإباحة. تفصيل القول كما يلي: الأمر في القرآن يأتي على أربعة صيغ، يأتي على أربعة صيغ، بمعنى أن الطلب له صيغ أربع. إما أن يكون الصيغة فعل الأمر نفسه، لأن العرب قسمت الفعل إلى أمر وماض ومضارع، فأول الطلب ما يكون فعل الأمر نفسه، وهذا أكثر ما في القرآن. قال الله عز وجل وأقيموا الصلاة، فأقيموا فعل أمر، وقال جل وعلا وآتوا الزكاة، وهذا فعل أمر. فالأصل في فعل الأمر أن يكون في الأصل في الأمر والطلب في القرآن أن يكون فعل الأمر نفسه المصاحب لفعل المضارع والماضي. هذه الصيغة الأولى، فعل الأمر نفسه. الحالة الثانية فعل المضارع المسبوق بلام الأمر. قال الله عز وجل ثم ليقضوا تفثهم وليوفوا نذورهم وليطوفوا بالبيت العتيق. فقوله جل وعلا يقضوا وقوله جل وعلا يطوفوا هذان فعلان مضارعان سبقا بلام الأمر. ثم ليقضوا تفثهم وليوفوا نذورهم وليطوفوا بالبيت العتيق، ثلاثة أفعال مضارعة سبقت بلام الأمر. فلما سبقت بلام الأمر أصبح هذا الحالة الثانية من صيغ الأمر والطلب في كتاب الله جل وعلا. الحالة الثالثة اسم فعل الأمر، اسم فعل الأمر. الأول قلنا إنه فعل الأمر نفسه، الآن يأتي ما يسمى عند العرب اسم فعل الأمر. واسم فعل الأمر في كلام العرب ينقسم إلى قسمين: مرتجل ومنقول. مرتجل ومنقول، كما أنه أي اسم فعل الأمر يأتي على صيغ، مما جاء في القرآن قول الله عز وجل عليكم أنفسكم. ما معنى عليكم هنا؟ ليست جرا مجرورا متعلق بما قبله وبما بعده، وإنما هي بمعنى إلزم، والمعنى إلزموا أنفسكم. عليكم أنفسكم بمعنى إلزموا أنفسكم. أنت الآن تسأل أين كتابك؟ فتقول أمامي، فأنت تخبر أن الكتاب واقع أمامك، هذا شيء. ولكن عندما تخاطب أخاك أو أباك أو ابنك وتقول له أمامك، فأنت تأمره ها هنا، هذا طلب، بخلاف الأول عندما تخبر أين كتابي تقول أمامي. فالأول جار ومجرور ظرف يفيد المكانية، أما الثاني فهو اسم فعل أمر، اسم فعل أمر. هذه الحالة الثالثة. الحالة الرابعة المصدر النائب عن فعله، المصدر النائب عن فعله. قال الله عز وجل فضرب الرقاب. فضرب الرقاب هذا مصدر، لأن ضرب ليست فعلة وإنما هي مصدر ناب عن الفعل، والمعنى اضربوا الرقاب، والمعنى اضربوا الرقاب. الآن هذه الصيغ الأربعة، لكن الأصوليون وكذلك المفسرون يقولون إن الأصل في فعل الأمر الوجوب. ما معنى الأصل في فعل الأمر الوجوب؟ معنى الكلم لما يقول رب العزة وأقيموا الصلاة معنى ذلك أن الصلاة واجبة، ولما قال رب العزة وآتوا الزكاة معنى ذلك أن الزكاة واجبة، بل هما ركنان من أركان ديننا كما في حديث ابن عمر، وهذا مما أجمع عليه المسلمون. لكن قد تكون هناك قرينة في الآية نفسها تصرف الفعل عن كونه واجبا، تصرف الأمر عن كونه واجبا. يعرف بالقرائن أن ذلك الفعل خرج عن أصله فلم يعد أمرا يراد به الطلب، وإنما أريد به شيء آخر. كيف نعرف ذلك؟ من القرينة. فالعلماء قبلنا رحمة الله تعالى عليهم تدبروا كتاب الله ثم نظروا في الأمر فيه، فقالوا إن الأصل في الأمر الوجوب كما بينا، ثم قالوا إن الأمر والطلب ينتقل إلى أحوال أخرى تعرف من السياق،
منها قول الله عز وجل وكلوا من رزقه، وقال جل وعلا وإذا حللتم فاصطادوا. فالله لا يأمرنا بأن نصطاد، هذا ليس واجبا علينا، لكن المراد به الإباحة، وهذا كثير في كتاب الله. وكلوا من رزقه، المعنى أن الله أباح لكم أن تأكلوا من رزقه، فبعد كثرة الأمر للوجوب يأتي كثرة الأمر للإباحة، فهذا ثاني قسم بعد الوجوب. منه كذلك التسوية، قال الله عز وجل استغفر لهم أو لا تستغفر لهم، استغفر لهم أو لا تستغفر لهم، فالمراد به التسوية، اصبروا أو لا تصبروا، فكلا الأمرين طلب، لكن المراد به أن الأمر سواء. فالله لم يأمر نبيه أن يستغفر للمنافقين، لكن يخبره أنك استغفرت لهم أو لم تستغفر لهم، فالأمر سواء، استغفر لهم أو لا تستغفر لهم، إن تستغفر لهم 70 مرة فلن يغفر الله لهم، اصبروا أو لا تصبروا سواء عليكم، فالمراد به التسوية. كذلك يأتي فعل الأمر للتهديد، فالله يقول فمن شاء فليؤمن ومن شاء فليكفر، فالله لا يأمر بالكفر، مع أن الفعل هنا مضارع سبق باللام التي قلنا إنها إحدى الصيغ، لكن المراد هنا إنما هو التهديد. كيف عرفنا أنه التهديد والوعيد؟ بالقرينة التي بعدها، فإن الله قال فمن شاء فليؤمن ومن شاء فليكفر، إنا أعتدنا للظالمين نارا أحاط بهم سرادقها وإن يستغيثوا يغاثوا بماء كالمهل يشوي الوجوه بئس الشراب وساءت مرتفقة. فهذا دليل وقرينة على أن الأمر هنا ليس لوجوب ولا للإباحة، وإنما هو للتهديد والوعيد. ومنه قول الله عز وجل في سورة الإسراء واستفزز من استطعت منهم بصوتك وأجلب عليهم بخيلك ورجلك وشاركهم في الأموال والأولاد وعدهم وما يعدهم الشيطان إلا غرورا. فجميع أفعال الأمر استفزز أجلب كلها وما بعدها ليس المراد بها الوجوب، وإنما المراد المعنى، فسيترى عواقبه الوخيمة. هذا المحذوف المقدر دل على أن ذلك الفعل إنما أريد به التهديد والوعيد، وبقيت بعض الحالات في أقسام فعل الأمر نفيء إليها إن شاء الله تعالى بعد الشروع إلى الفاصل. الحمد لله، حياكم الله إلى الجزء الثاني من لقاء هذا اليوم المبارك من برنامجكم الباقيات الصالحات، وكنا قد تحدثنا عن فائدة أصولية، سنختم إن شاء الله بفائدة أدبية، لكننا لابد أن نتم أولا الفائدة الأصولية، وكنا نتكلم عن فعل الأمر في القرآن، وبينا أقسامه ثم بينا أغراضه، وذكرنا من أغراضه الوجوب وقلنا هو هذا الأصل فيه، ثم ذكرنا الإباحة وذكرنا كذلك التسوية، كذلك التهديد والوعيد ومثلنا له. بقي من ذلك الأقسام أقسام، منها الدعاء، وهذا كل ما في القرآن من دعاء إنما هو فعل أمر يراد به استدرار رحمة رب العالمين جل وعلا. الله عز وجل يقول رب اغفر لي ولوالدي، فاغفر فعل أمر، لكن قطعا لا يراد به وجوب ولا يراد به إباحة ولا يراد به تسوية ولا يراد به تهديدا، وإنما يراد به دعاء رب العالمين جل جلاله. وهذا لا يحتاج إلى مزيد تفصيل، لأننا معشر المسلمين كلنا بحمد الله ندعو الله بمثل هذه الطريقة، ونحن نعلم أننا إنما نريد من ربنا فضله ورحمته. بقيت حالة تسمى الالتماس، هي قريبة من الدعاء لكن تطلب من المخلوقين، فلا يمكن أن نسميها دعاء. الله عز وجل قال في كتابه العظيم عن إخوة يوسف، قالوا يا أيها العزيز مسنا وأهلنا الضر وجئنا ببضاعة مزجاة فأوفي لنا الكيل وتصدق علينا. أوفي وتصدق فعل أمر، لكن ماذا أراد بهما، ماذا أراد بهذين الفعلين إخوة يوسف؟ أرادوا بها الالتماس، فمن معاني فعل الأمر من أغراضه الالتماس كما في هذه الآية. إذن استوفينا الآن 5، بقيت من أفعال الأمر وأغراضه واحدة وهي التعجيز، فيكون هناك فعل أمر لكن المراد التعجيز. الله عز وجل تحدى المشركين بهذا القرآن، فأتوا بصورة من مثله، فليس أؤتوا هنا وجوبا عليكم لأنهم لن يقدروا، وإنما المراد التعجيز،
في سورة الرحمن: يا معشر الجن والإنس إن استطعتم أن تنفذوا من أقطار السماوات والأرض فانفذوا. فقوله جل وعلا فانفذوا إنما هو تعجيز. وقال الله عز وجل في سورة الإسراء: وقالوا وإذا كنا عظاما ورفاتا إنا لمبعوثون خلقا جديدا قل كونوا حجارة أو حديدا. فلما قال الله لهم كونوا حجارة أو حديدا إنما أراد تعجيزهم، لن يستطيعوا أن يكونوا حجارة ولن يستطيعوا أن يكونوا حديدا. إذن زدنا هنا الدعاء والالتماس والتعجيز. نكتفي بهذا الحديث عن فعل الأمر الفائدة الأصولية، ننتقل الآن كما وعدنا إلى فائدة أدبية. سحيم ابن وثيل الرياحي رجل مخضرم، عاش 40 سنة في الجاهلية و60 سنة في الإسلام. لا يذكر أحد الحجاج بن يوسف إلا ويذكر كيف خطب في أهل العراق، ولا يذكر أحد كيف خطب الحجاج في أهل العراق إلا ويتذكر قوله، أي الحجاج: أنا ابن جلا وطلاع الثنايا، متى أضع العمامة تعرفوني. الحجاج هذا البيت ليس له، من قصيدة قالها صاحبنا هذا سحيم ابن وثيل الرياحي. فالحجاج يحفظ البيت تمثل به لما دخل على أهل العراق في الكوفة وقال: أنا ابن جلا وطلاع الثنايا، متى أضع العمامة تعرفوني. ما قصة هذا البيت؟ ما من قائله؟ ماذا بعده من أبيات؟ هذه هي الفائدة الأدبية التي نشرع إن شاء الله بذكرها. كان هناك رجلان، أحدهما اسمه الأخوص بالخاء والآخر الأبيرد، شابان يافعان. جاءهما رجل يطلب منهما قطران لإبله، وكان هذان الرجلان من أرداف الملوك ذوي منعة وعزة. فقال له: سنعطيك سؤلك، لكن إذا أخذت منا بيتا من الشعر وألقيته في مسامع سحيم ابن وثيل الرياحي. هما أرادا أن يستفزا سحيما. قال هذا الرجل الطالب للقطران: وما هو، أي ما هو البيت؟ قال: قل له: فإن بداهتي وجراء حولي لذو شق على الحطم الحروني. معنى البيت أن جرينا، البداهة هي أول كل شيء، أي أن مضينا في الأمور شبه أنفسهما بالفرس، قادران على أن نصل إلى مقصودنا، لسنا كمن طعن في السن. حطم حرون يقصدان أن سحيما طعن في السن وكبر، وأنه لن يقدر على أن يجاريهما. بيت واحد. ذهب الرجل بالبيت، دخل على سحيم وقال له: إن الأبيرد والأخوص يقولان لك: فإن بداهنا وجراء حولنا، ذكر صدر البيت، فإن بداهتي وجراء حولي لذو شق على الحطم الحروني. أخذ الرجل عصاه، زمجر، تمتم، مضى في الوادي يغدو يروح يهمهم، لا يدري الناس ماذا يريد أن يقول، حتى جمع قواه غاضبا، ثم قال للرجل: قل لهما، وأملاه الأبيات: أنا ابن جلا وطلاع الثنايا، متى أضع العمامة تعرفوني، وإن مكاننا من حميري، مكان الليث من وسط العرين، عذرت البزل إن هي خاطرتني، فما بالي وبال ابني لبوني، وما يدري الشعراء مني، وقد جاوزت حد 40، فإن علالتي وجراء حولي لذو شق على الضرع الظنوني. أبيات عظيمة السبك جليلة المعنى، وسأحاول قدر الإمكان أيها المبارك أن أبين لك مقصوده. أنا ابن جلاء، أي ابن الأمر المنكشف، لست محتاجا لأن أتوارى، وطلاع الثنايا تقرأ بالرفع والجر، فإن كان قرأناها بالضم فمعنى ذلك أنه يتكلم عن نفسه، وإن كنا قرأناها بالجر وطلاعي فهي عطف على كلمة جلاء الذي هو ابنه. أنا ابن جلاء وطلاع الثنايا، والثنايا مفردها ثنية، الطريق الذي في الجبل. أنا ابن جلاء وطلاع الثنايا، متى أضع العمامة تعرفوني. أضع هنا حركت بالكسر لالتقاء الساكنين لأن فعل مجزوم بأداة الشرط متى. يقول ثعلب أحد أئمة اللغة: إن العرب تلبس العمائم في الحرب وتضعها في السلم، متى أضع العمامة تعرفوني.
وإنما مكاننا من حميري، يقول أنا يمني الأصل من قبيلة حمير، مكان الليث من وسط العريني، والليث في عرينه إنما يتصدر أعلاه وأفضل مكان فيه، فهو يريد أن يبين عظيم نسبه. وإن مكاننا من حميري مكان الليث من وسط العرين. ثم قال: وما يدري الشعراء مني وقد جاوزت حد الأربعين. وما يدري الادراء الاختيال الاختتال، يعني يقصد أنني لا تجري علي الحيلة ولا تنطلي علي الأكاذيب، وأنا أكبر من أن أخادع. لما؟ لأنني قد جاوزت الأربعين، اجتمع أشدي بالخمسين، وقد بلغت من السن والعمر ما يجعلني قادرا على أن أرد مكر الأعداء. وما يدري الشعراء مني وقد جاوزت حد الأربعين، عذرت البزل إن هي خاطرتني، فما بالي وبال ابني لبوني. البزل جمع بازل، والبازل البعير المتقدم في السن، وابن لبون البعير الذي خلص من السنة الثانية ودخل في الثالثة، وبينهما فرق. فهو يحدث عن نفسه بأنه بازل أي طاعن في السن، ويتكلم عن هذين الشابين اليافعين على أنهما كابني لبون. قلنا ابن اللبون هو ابن الناقة إذا كان قد كملت له سنتان، كملت له سنتان ودخل في الثالثة، فهو يشبههما بابن اللبون، ويشبه نفسه بالجمل البازل. وكلمة البازل وردت في شعر العرب كثيرا، يقول الحسان بن ثابت: مشي الجمال إلى الجمال البزلي، أي الطاعن في السن. فهو يريد أنه رجل خبر الأيام، عرف الدهر، ليس كمثل هذين. ويقول: أنا أعذر الكبار إذا نافسوني، لكن أن ينافسني الصغار واليافعين فهذا بيني وبينهم شيء بعيد. عذرت البزل إن هي خاطرتني، خاطرتني بمعنى راهنتني. عذرت البزن إن هي خاطرتني، أنا لا ألوم أمدادي أقراني أن ينافسوني، لكن أن يأتي شابان يافعان يريدان أن يجاري طريقي فهذا لا أقبله، فما بالي وبال ابني لبوني. ثم قال كما بينا: فإن علالتي وجراء حولي لذو شق على الضرع الظنون. الضرع الظنون الغر الذي لم يعد شيئا بعد، لم يصل إلى مدارك الأمور. فهو هذا البيت قاله ردا عليهما عندما قال لذو شق على الحطم الحروني، فرد عليهما بقوله لذو شق على الضرع الظنوني، من نفس القافية والطريقة. اللغويون أصحاب النحو يقولون في البيت: وما يدري الشعراء مني وقد جاوزت حد الأربعين، على جواز كسر نون الجمع عند الضرورة، لأن الأصل أنها مفتوحة. قال الله عز وجل: وبلغ أربعين سنة، بفتح النون، هنا قالها بكسر النون. قلنا هذا شاهد نحوي كما تراه في شرح ابن عقيل على ألفية ابن مالك. هذا باب أدبي شرعنا فيه. بقي أن نترجم لك عن سحيم ابن وثيل. سحيم تصغير أسحم، والمراد به الأسود لون، يقال أسحم بمعنى أسود، وهو رجل ذو مكانة في قومه. يذكرون والعلم عند الله أنه أصاب الكوفة في زمن أمير المؤمنين علي بن أبي طالب مجاعة شديدة وجاع الناس، فجاء غالب ابن صعصعة والد الفرزدق فنحر ناقة وأطعم منها من حولها في زمن المجاعة، حتى إن رجلا من بني تميم أخذ من الطعام وقدمه لسحيم صاحبنا هذا، فلما دخل عليه الرجل بالطعام أصابته الأنفة فكفأه، لم يقبله، وغضب على الرجل وطرده ونحر ناقة. ردا على من؟ ردا على غالب بن صعصعة. فزاد غالب ونحر ناقة أخرى، فزاد سحيم ونحر ناقة أخرى، والزمن زمن مجاعة، زمن جوع، الناس خرجوا إلى البوادي، حتى نحر غالب بن صعصعة 100 ناقة في مكان واحد تفاخرا. هذا يسمى عند العرب مفاخرة، يعني أشبه بالتحدي في لغة أهلنا اليوم. ولم تكن إبل صاحبنا سحيم حاضرة، فلما حضرت عادت من مرعاها، نحر 300 ناقة ردا على من؟ ردا على غالب بن صعصعة. فدخل الكوفة أمير المؤمنين علي بن أبي طالب، فرأى اللحم
يركب بعضه بعضا، هذا نحر 300 وهذا نحر 100 ناقة. فقال: لا يجوز الأكل منهما، هذا مما أهل به لغير الله، هذا مما أهل به لغير الله، أو مما أهل لغير الله به. فحمل اللحم كله إلى كناسة الكوفة وألقي، ولم يأكل الناس منه شيئا، لأن عليا كان يرى أن هذا لم يذبح لم ينحر لله. فهذا سحيم ابن وثيل الرياحي، وخبره مع هذين الشابين اليافعين عندما حاول أن يخرج ما عنده من شعر. يقال إنهما سلم له بالأمر وقدم إليه واعتذر له مما كان منهما، لأن أبياته كانت غالبة له. بعض الأبيات تجري في الناس مجرى المثل. فلما كان الحجاج في الكوفة وعرف أهلها وعرف ما الأبيات التي وقرت في أذانهم، فلما بعثه عبد الملك بن مروان إلى العراق إلى الكوفة ودخل مسجدها، وهذا من حصافة الحجاج بن يوسف، لأنه كان يعرف الناس ماذا يتناشدون من أشعار. فسحيم يعيش وسطهم، يعيش وسطهم يعرفهم وهو منهم، وعلم أن هذا البيت شائع فيهم، لا يحتاج إلى أن يعرفهم ما أوله وما آخره. فصعد المنبر مقنعا ومكث مليا يزيدهم استفزازا حتى ضجوا، حتى كادوا أن يرموه. قال بعدها، بعد أن أماط اللثام عن نفسه وكشف القناع عن وجهه، يتمثل بيت سحيم: أنا ابن جلاء وطلاء الثنايا، متى أضع العمامة تعرفوني. ثم قال أبياته وخطبته المعروفة التي سلم له أهل الكوفة بعدها. المقصود إثراء الثقافي يعين المرء على أن يتصدر، على أن يتقدم، على أن يسوس، على أن يقود، على أن يخطب، على أن يعتلي المنابر، على أن يكون ما أمكن شيئا مذكورا. كلما جمع الإنسان علم الآلة ثم وفق بقدر الله يمضي، وسيجد أقرانا وحسادا وآخرين يحاولون أن يوقفوا طريقه، أن يقفوا في طريقه، أو أن يذكروا فيه ما هو منه براء، لكن يتمثل بقول سحيم هذا: عذرت البزل إن هي خاطرتني، فما بالي وبال ابني لبوني، فإن علالتي وجراء حولي لذو شق على الضرع الظنوني. نفي إلى فاصل ثم نعود إليكم بحمد الله أيها المباركون. الحمد لله، حياكم الله. هذا الجزء الثالث من لقاء هذا اليوم المبارك الباقيات الصالحات، وقد بينا أن عنوان اللقاء هو الفوائد المجموعة، ونستهل بالذي هو خير. الأخت أم مهند من العين، تفضلي يا أم مهند. ألو، السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. لو سمحت يا شيخك، أنا عندي استفسار عن العمرة الآن. لازم، لا، لو أنا عايز أعمل عمرة عن والدي أو والدتي، هم طيب يعني مش متوفين، بس مش متمكنين يطلعوا مثلا يعملوا عمرة، بقدر أعمل عنهم عمرة؟ وهل في هذاك الوقت، يعني الواحد لما بيروح عمره بحب يعمل عن أكثر من إنسان، بيقدر ينوي في نفس الوقت عن أكثر من إنسان، ولا بس كل مرة عن شخص واحد؟ نعم، بالنسبة للحج والعمرة أيتها المباركة، اختلف العلماء في أديتها عن من هو حي باق، متعك الله بوالديك، فبعضهم يجيزها عن العاجز، وهذا أقرب. العاجز إما حسا أو حكما، فالعاجز حسا كالمقعد الذي لا يستطيع الوصول إلى البيت، وحكما من يحول بينه وبين البيت أشياء لا يقدر على دفعها ولا يرجى زوالها، وهذا أظنه حاليا غير موجود. فإذا كان الوالدان حفظهما الله بخير وعافية، ويغلب على الظن أنهما يستطيع أن يصل إلى البيت، فالأفضل والاختيار عندي في الفتوى أن لا تعتمري عنهما، وإنما إذا اعتمرتي أنت عنهما، اعتمرتي عن نفسك، فأكثري من الدعاء لوالديك وهذا يكفي. هذا الجواب عن الشق الأول. الشق الثاني: الإنسان إذا أخذ عمرة عن الغير، فمثلا أراد رجل أن يأخذ عمرة عن أبيه المتوفى، فإن العمرة لا تقع إلا عن شخص واحد، لا يمكن أن يأخذ أحد عمرة أو حجا عن أكثر من شخص، إما عن نفسه
وإما عن غيره والد أو والدة. لكن لو فرضنا أن هناك أحدا توفي والده فأراد أن يعتمر عمرة واحدة عن الاثنين لا يقع، يقع عن أحدهما، لكنه يعتمر عن الأول، وممكن أن يذهب بعد ذلك إلى الحل ويحرم ويعتمر عن الآخر. فقن الله وإياك. نعم. أم وليد من فرنسا. ألو، السلام عليكم. عليكم السلام، حياك الله. ممكن سؤال يخص طلاق؟ أنا أرشدك إرشادا، لأن الهاتف لا يعقل ولا يغلب على الظن أنه ينفع في مسائل الطلاق. تفضلي بإجمال يا أم وليد. معناتها بإجمال ما؟ بإجمال يعني لا تفصلي. اختصار يعني؟ باختصار يعني. يعني زوجي كان يتعاطى مخدرات، وكل مرة وقع مشاكل وعركات في البيت، لم أكن أعرف أنه كان في كيفاش نقولوا يريد يتعاطى ولا كان متعاطي. وكل مرة يقول أنت طالق 6 مرات، يقولها لي 6 مرات يا أم وليد في مكان واحد وإلا متفرقة؟ كل مرة مرتين، عامات متفرقات. الأشهر الأواخر يمكن. وغالب الظن يا أم وليد وقت أن قال أنت طالق كان يغلب على ظنك أنه تحت تأثير المخدر أو كان متعافي منه وقتها؟ لا ما كانش متعافي، هذه 3 أشهر يريد. لا أقصد متعافي بالكلية، أقصد وقت الكلام. يعني قبل قليل كان أخذ المخدر قبل أن يقول هذا الكلام؟ كان يريد، جسمه يريد أن يتعاطي ويكون. على العموم هذا يدخل فيما يسميه الفقهاء طلاق السكران، يقع أو لا يقع؟ بعض العلماء يرى أن طلاق السكران لا يقع، وهذا هو الحق. طلاق السكران الذي لا يدري ما يقول، المخمور الذي تحت التخدير، يعني تعاطى المخدرات، نسأل الله العفو والعافية، فهذا الصواب من أقوال أهل العلم أن طلاقه لا يقع. لكن هل زوجك هذا ينطبق عليه هذا الحكم؟ يعني عندما تحدث وطلق كان وقتها تحت تأثير المسكرات المخدرات أم لا؟ هذا أنت تحكمين فيه، أنت أعلم بالحالة التي تكلم فيها زوجك. هناك قرائن لديك، إن كان غلب على ظنك أن وقتها كان تحت تأثير المخدر فلا يقع طلاقا، وإن كان لا فتقع الطلقة، وانظري كم طلقة طلق حتى يستبين لك الأمر. نسأل الله عز وجل أن يشفي ويعافي زوجك وأن يردكما إلى بعضكما ردا جميلا. صفاء من دبي، تفضل يا أختي. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. عليكم السلام ورحمة الله. صفا وليس صفاء، صفا. صفا، طيب. عفوا يا أخي صفا. الله يطول عمرك، والله يا شيخ اللي أحبك في الله. أحبك الله، ونفعنا الله باسمك. يا شيخ عندي سؤال بس بموضوع الزواج، هل الزواج موضوع العصمة، عصمة الطلاق بيد المرأة، يصح أم لا يصح؟ شوف يا أخي الكريم، هذا مما لا معنى له. ما معنى لا معنى له؟ لو قال رجل لامرأته سأجعل العصمة بيدك، فهي يمكن أن تطلق نفسها، يرى بعض العلماء ذلك، ويرى بعضهم أنه لا يمكن لها أن تطلق نفسها. لكن حتى لو قال الرجل العصمة بيدك بمعنى أنك تملكين أن تطلقيني، أن تطلقي نفسك، والرجل لا يطلق، لكنه لو قدر أنه هو طلق سيقع الطلاق، لو قدر أنه هو طلق سيقع الطلاق. واضح الآن؟ لكن الفرق من يأتي في من يجيزها، من يجيز هذا الأمر من الشروط عند العلماء، يصبح أن المرأة تستطيع أن تطلق نفسها. لكن لا يقول أحد أن الرجل، لو قلنا أن الرجل وافق على هذا الشرط وأن الذي عقد القران يفتي بهذا وأجازه وكتبه في الشرط والمحكمة أجازته، لو فرضنا وقع هذا، فحتى لو قلنا بهذا فإن الرجل يستطيع أن يطلق. لكن الفرق بين الحالين أن الأول لو قلنا بجوازه المرأة تملك أن تطلق نفسها، هذا الذي يختلف في الحال، وأنا لا أراه شرطا جائزا، لكن كما قلت المسألة خلافية بين العلماء. وإذا كنت تسأل عن نفسك فامرأة تقول لك إن العصمة بيدها، أنا أنصحك ألا تقبل أن تتزوجها.
عبد الرحيم من هولندا. السلام عليكم يا شيخ. وعليكم السلام، حياك الله. والله يا شيخ أني أحبك في الله. أحبك الله يا أخي عبد الرحيم. الله يا شيخ عندي سؤال. نعم. بالنسبة لي لقد سمعت في دروسكم في شهر رمضان المقبل أن الأغنياء يدخلون الجنة بعد الفقراء والمساكين. نعم. كيف أعرف أني غني أو فقير أو مسكين؟ وإذا كان الأغنياء لا يدخلون إلا بعد الفقراء والمساكين بخمسمائة سنة أو أربعين خريفا، فأين يكون الأغنياء؟ هل يكونون في خارج الجنة ينتظرون أم داخل الجنة؟ هذا حديث عن النبي صلى الله عليه وسلم، حديث صحيح، أن الفقراء يدخلون الجنة قبل الأغنياء فيقيلون فيها أربعين عاما قبل أن يدخلها الناس. والمعنى الفقراء يا أخي عبد الرحيم إذا كانوا مؤمنين متقين، ليس كل فقير مؤمن متقي. الفقراء إذا كانوا متقين مؤمنين فعلى أي شيء يحاسبون؟ سيدخلون الجنة. الأغنياء لن تزول أقدامهم يوم القيامة حتى يسألوا عن تلك الأموال فيطول حسابهم، ولو كانوا مؤمنين منفقين أتقياء بررة سيطول حسابهم. وهذه سنن لله جل وعلا في خلقه، لا تتغير لا تتبدل. الله عز وجل يقول ولا يظلم ربك أحدا، وليس من المعقول أنه يبيت مهموم اليوم لأنه فقير ويبيت الغني من أول الليل لأنه لا هم يحمله، ثم يأتون يوم القيامة تريد هذا يدخل الجنة مع هذا، معال. سيدخل الفقير قبله وينتظر هذا الذي كان ممتعا في الدنيا، ولا يعني أنه لن يدخل الجنة، وسيكون في أرض المحشر يعني إذا كان مؤمنا موحدا سيدخل الجنة، لكنه لن يدخلها قبل الفقراء، هكذا أخبر نبينا صلى الله عليه وسلم. يا أخي عبد الرحيم، طبعا سؤال الأخ عبد الرحيم يعني جزاه الله خير متابع للبرنامج، ويذكر أنني قلت هذا الكلمة في شهر رمضان الماضي، وكما بينا هو حديث عن نبينا صلوات الله وسلامه عليه. والغنى والفقر أحيانا يعني الإنسان لا يدري أين الخير، لكن الأفضل أن الإنسان يدعو يستعيذ بالله من الشقاء والطغيان. فالفقر أحيانا يدعو إلى الشقاوة، يصبح الإنسان عياذا بالله غير راض، أسأل الله العافية. والغنى قد يدعو أحيانا إلى أن الإنسان يطغى. الله عز وجل يقول كلا إن الإنسان لا يطغى أن رآه استغنى. فالغنى باعث للطغيان، كما أن الفقر في بعض أحواله باعث إلى أن الإنسان يأنف من قدر الله. نعم. أم عبد الله من دبي، تفضل يا أم عبد الله. السلام عليكم يا أم عبد الله. السلام عليكم. عليك السلام ورحمة الله. اسمحت يا شيخ ممكن أكلمك تحت الهواء ولا صعب؟ بسيط، يعطونك إن شاء الله الهاتف. شكرا يا أم عبد الله، أتم ما كنت أقوله قضية الغنى والفقر. لذلك في الصحابة رضوان الله تعالى عليهم وجد منهم من هو غني ووجد منهم فقير، وكلهم قطعا على خير. والإنسان لا يختار الغنى بإرادته ولا الفقر بإرادته، هذا شيء من فضل الله جل وعلا عليه، لكن من استعمله الله عز وجل في مال فليتق الله في وصول المال إليه وفي إنفاقه للمال، يخشى الله ويخافه في طريقة كسبه للمال، ويخشى الله ويخافه في طريقة إنفاقه للمال. وأما من ابتلي بقلة ذات اليد فليصبر وليسأل الله عز وجل من فضله. والإنسان في هذه الدنيا هو إما في سراء وإما في ضراء، فإن كان غنيا في سراء فمطيته الشكر، وإن كان فقيرا في ضراء فمطيته الصبر. وجرت سنة الله أن الدنيا تتقلب بأهلها، ما بين غمضة عين وانتباهتها يغير الله من حال إلى حال. والأول يقول فما يدري الفقير متى غناه، ولا يدري الغني متى يعيل. والآخر يقول فبينما المرء في الأحياء مغتبط إذ كذا كذا، يذكر كيف أن الدهر يسوءه. فالإنسان يوطن نفسه على شكر الله وعلى الصبر على أقداره جل وعلا. هذا ما يتعلق بسؤال الأخ عبد الرحيم.
نراجع معكم ما جاء من أسئلة. في أسئلة الأخت أم وليد قلنا تتكلم عن قضية أن زوجها مبتلى. الناس ينبغي أن يعلموا أن الخمر أم الخبائث، وهي تسوق عياذا بالله إلى مهالك كثيرة، ولهذا حرمها القرآن وحرمتها السنة، فكلا الوحيين جاء بالتحريم. فالله عز وجل قال إنما الخمر والميسر والأنصاب والأزلام رجس من عمل الشيطان فاجتنبوه لعلكم تفلحون. والنبي صلى الله عليه وسلم قال ما أسكر كثيره فقليله حرام. وجاء في حديث عثمان إنها أي الخمر أم الخبائث. في حديث ابن عمر أن النبي صلى الله عليه وسلم لعن في الخمر عشرة. هذا كله يبين عظيم أثرها عياذا بالله. والإنسان يعلم أنه في زماننا هذا شاعت وذاعت، وأنها لا تكاد تخلو منها أمكنة ولا أزمنة، فمن لم يتعاطاها جهرا يتعاطاها سرا. ومن الله عز وجل على كثير من عباده الصالحين، جعلنا الله وإياكم منهم، ومن إمائه الصالحات من تجنبها وسميت بغير اسمها، لكنها عياذا بالله تقود إلى كل فحشاء وتسوق إلى كل منكر، لأنها تذهب العقل. فإذا أذهبت العقل ساق الإنسان نفسه إلى المهالك من غير أن يشعر، ولهذا قال الله عنها فهل أنتم منتهون. ولما نزلت هذه الآية قال أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم انتهينا انتهينا. وقد كانت شائعة في العرب في الجاهلية، وكانت بالنسبة لهم شيئا غير متروك، فلهذا جاء القرآن بتحريمها على مراحل. يقول الله عز وجل في سورة النحل تتخذون منه سكرا ورزقا حسنا، ثم يقول الله لا تقربوا الصلاة وأنتم سكارى، ثم يقول الله يسألونك عن الخمر والميسر قل فيهما إثم كبير ومنافع للناس وإثمهما أكبر من نفعهما، ثم تأتي الرابعة فهل أنتم منتهون. نعم الأخت مها من الشارقة. ألو السلام عليكم شيخ. تفضل يا أختي. يا أخي بس حابة أعرف رقمك تحت الهواء عشان في موضوع مهم جدا جدا بقدرش أحكيه على الهواء. لعل الإخوة يا أختي مها من الشارقة يعطونك رقم الهاتف، لعلكم تعطوها رقم الهاتف. نختم بفائدة حول ما ذكرناه أدبيا من مسألة سحيم ابن وثيل الرياحي. بعض الناس لديه قدرة في الرد على خصومه إن نثرا أو شعرا، وهذا ما يجعل كلماتهم تسير في الناس وتجري مجرى المثل. فهذان الشابان استفزاه ببيت واحد فرد عليهما بجملة أبيات. هذه الأبيات لمتن سبكها لفظا ومعنى شاعت في الناس، حتى تمثل بها رجل في قمة الحجاج في فصاحته وقال كما بينا أنا ابن جلاء وطلاع الثنايا متى أضع العمامة تعرفوني. وهذا كثير في العرب، فالردود التي كانت بينهم لما كان الشعر ذائعا وسوقه رائجة ظهر هؤلاء القمم. فمثلا مر معنا كثيرا قضية النقائض بين جرير والفرزدق والأخطل، لكن الشاعر أحيانا يوفق في كلم يلجم به صاحبه أي خصمه. يقولون إن الأخطل دخل على أمير المؤمنين عبد الملك بن مروان وكان أثيرا عنده، فقال له عبد الملك يا أبا مالك من أشعر الناس؟ فقال دون وجل دون تردد أنا يا أمير المؤمنين، لولا أن الفرزدق ذاد عني بأبيات لم أستطع أن أكافئه عليها إلى الآن، وانظر إلى تقييده إلى الآن، يعني ربما أقدر بعد ذلك. فقال له عبد الملك وما هي؟ فقال يا أمير المؤمنين إنه قال فينا معشر تغلب، يرد الفرزدق على جرير، أذكر بيتا واحدا، إن الأراقم لا ينال قديمها كلب عوى متهتم الأسنان، إن الأراقم لا ينال قديمها كلب عوى متهتم الأسنان. البيت فيه قدرة في السبك، قدرة في معرفة الضعف في الخصم، وهي أفضل ما يصل إليه الشاعر أن يعرف مكمن الضعف في خصمه، ثم يأتي ببيت يستطيع الدهر أن يخلده، وليس كل أحد يؤتى هذا. وقال الله وإياكم كل شر وفتنة، وجنبنا الله وإياكم الخوض في أعراض الناس، ونسأل الله لنا ولكم السلامة،
ووفقنا الله وإياكم لما يحبه ويرضاه من الأقوال والأعمال، هذا ما تيسر إراده وتهيأ إعداده، وأعان الله على قوله في برنامجكم الباقيات الصالحات، وقد كان عنوان اللقاء الفوائد المجموعة، وصلى الله على محمد وآله، والحمد لله رب العالمين. الرحمن الرحيم. المال والبنون زينة الحياة الدنيا والباقيات الصالحات خير عند ربك ثوابا وخير أملا.